وصباح الفل وصباح الإشراق وصباح البدايات الحلوة. سنة جديدة، أول أسبوع في السنة دايماً هو البداية، وطول الوقت إحنا عندنا أحلام لمواسم تغيير سنوي كده. في ناس بتعمل خطط وبترسم أهداف وبتحدد أولويات جديدة، وفي وصف كل واحد للنجاح والسعادة والإنجاز. بنشوف ان صالات الجيم مثلا بتتملي باشخاص عاوزين يكونوا افضل من نفسهم في السنه اللي فاتت، واشخاص بيبداوا في تغيير نفسهم بدل من انتظار العالم يتغير. يعني احنا نتغير وما ننتظرش العالم يتغير، او ننتظر الحال يتغير من نفسه، ده جميل، لكن الطبيعي ان كل انسان عاوز يكون الافضل في حاجه او حتى في كل حاجه، فلازم يعمل خطة وأهداف ويبقى عنده الإرادة. يعني مثلا أنا عملت الخطة في يناير، في فبراير هكون فين من الخطة بتاعتي؟ ولا هنساها ولا هغيرها ولا كأنها ما كانت؟ المفروض إن احنا نبتدي من أول السنة، كل يوم هو بداية جديدة، كل حماس وأمل وثقة في التغيير للأفضل. خلينا دايما بصينا على روحنا لغاية فبراير ومارس وإبريل بعد ما الاحتفالات وروعة البدايات تهدى أو تختفي. قليلين بس اللي هيلتزموا أو يكملوا خططهم. هل هنكون احنا من القليلين دول ولا من الأغلبية؟ أتمنى ان كلنا نكون كده عشان نكون أغلبية. اللي نجحوا هيكونوا ناجحين دايما في شغلهم، وهيتطوروا ويوصلوا لمراكز قيادية أو يحافظوا على رشاقتهم طول حياتهم مثلا. ما بيتكلموش عن الخطط السنوية، ما بيفضلوش الدايت كأسلوب غذائي أو صحي ناجح، لأن الدايت ده أسلوب حياة. لازم نغير فكرتنا عن الدايت ونعمل فكرة التعامل مع الحياة بفكرة الأهداف وتحقيقها. يعني في مرحلة أو محطة في النهاية عند الوصول ليها بيكون الهدف تحقق الحياة كما كانت، أسلوب الحياة القديم قبل الخطة والهدف. لازم نشوف التغيير اللي بيحصل. بيكلمنا دايما الناس اللي بتنجح عن ضرورة تكوين نمط حياة، رحلة ما يبقاش فيها الدافع للتحفيز ويتجدد حافز التغيير مع بداية كل يوم بشكل تلقائي. بيتعامل على أنه أبديت. طول ما أنت عايش لازم تتعامل على أن أنت بتبتدي يوم جديد، ميلاد جديد. الجداول والأوراق والمذكرات مليانة بالخطوط والأهداف العبقرية بتنفذ منها قليل جدا، وبننسى كتير منها جدا أو بنأجلها. ما تعيشوش حياتكم على المؤجلات. لازم المؤجلات لازم يجي لها يوم وسريعا عشان ما تبقاش مؤجلات وتبقى واقع وحقيقة. لازم نوعد نفسنا إن إحنا آخر السنة فنحقق ده. نبتدي بحماس كبير قوي مع بداية السنة الجديدة وإحنا في بدايتها، فلازم يبقى عندنا حماس ونكمل على هذا الحماس عشان نعوض الإحباط من نفسنا مع خطط السنة اللي فاتت والسنين اللي فاتت اللي خلصت وإحنا من تأجيل لتأجيل لتأجيل، وتفضل الدايرة تدور بإنتاج نفس النتيجة، لأن أنا مش هعمل نفس الحاجات وأتوقع نتيجة مختلفة. نمط حياتك هو المفتاح الحقيقي، والمفتاح الحقيقي للقليلين اللي نجحوا دول اللي عندهم مثابرة في الحفاظ على جودة الحياة. كل يوم التزام بتقدير، كل يوم نعمل تقدير لنفسنا يوم جديد، يوم نبقى جيد ويوم جيد جدا ويوم امتياز، ونشتغل بحماس لأن كل يوم يستحق، إن كل يوم فرصة بيمنحلنا ربنا لبداية جديدة. القليلين دول هم اللي بيقدروا يقولوا لأ اللي معناها نعم، لأ للإسراف اللي هي نعم للإدخار وتقدير الأوضاع المالية، لا للسهر دون سبب يستحق لأن النوم أفضل، لا للأكل غير الصحي لأن ده النظام الصحي ونعمة الصحة أهم من نعمة الأكل، لا للتكاسل عما يراه الناس غير مفيد، هي نعم لاستكمال مشروع شخصي يبقي أحلامك منضبطة، لا للاستمرار في علاقة مؤذية، هي نعم لتقدير الذات، لا للساعات مع التليفون أو الشاشة أو لوحة المفاتيح،
لأنها هي نعم للحياة. مواسم التغيير السنوي في هي بالتأكيد لأصدقاء مهمين، أصدقاء بيشوفوا الحاجات دي نعمة ونعمة نافعة وبيستحضروها مع كل خطوة في يومهم. لما بيصحوا مبكرا ده حاجة مهمة جدا، لما يقعدوا على مائدة الطعام بيختاروا ياكلوا إيه، قرارات المشي، الرياضة، أو يعني هي ولا إن أنا أقعد قدام لوحة مفاتيح، الوقت مع العيلة اللي هو أحلى حاجة، ولا إن أنا أخرج خروج ياكل مني الوقت والعمر، إن أنا أقرر إن أنا أتسوق ولا أفكر في العمل، الوقت اللي بنديه للشغل والوقت اللي بنديه للسوشيال ميديا، إيه أكتر من إيه؟ فبالتالي أحدد مصدر الخطورة. في طول الوقت عايزين يبقى بنعمل مشاركة كده بطرح سؤال شخصي عن ايه الحاجة اللي واضحة ليك او ليكي وقررت او قررت تركزي عليها السنة دي، او هتضيفي حاجة واحدة لنمط حياتك اليومي وتلتزمي بيها كل يوم عشان تحسن جودة حياتك، هتكون ايه الحاجة دي؟ ولو هنحذف حاجة واحدة من نمط حياتنا عشان نكون افضل هتكون ايه؟ ايه شروط الالتزام بالسلوك الجيد يوميا؟ ونراجع النتيجة دي بعد كل أسبوع، بعد كام شهر، ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي.